عندكم في قناة عم محمود المنجم. بص يا جماعة دي الركنة، تمام؟ هنوريكم بقى دلوقتي وهو بيشد الاستك لاستا صلاح. الله ينور استا صلاح. عليك يا محمود. لازم نشد الاستك كده. هو انا كده الشغل دوت الزبون اتكلم معايا على ان انا اعمل القواعد، تمام، طلع له الشغل 100 100 وما اتكلمش بدور، فانا كده شايف حاجه غلط ما سيبهاش. تمام، يعني احنا شايفين برضه يا جماعه ايه، بصوا بنبص على حاجه برضه ايه، ممكن الزبون هو ما ياخدش باله منها، تمام، هو مش قايل عليها، بس احنا برضه عملناها عشان نوريكم برضه الشغل اهو قدامكم، تمام، وهو بيتعمل، تمام، اهو شغل الركن اهو قدامكم، تمام، وادي شد الاستيك اهو، تمام، عشان لما تيجي تتحط الركن عليها، تمام، المرتبة بتاعت الركنة ما تهبطش. انت بتشد الاستيك يا اسطى عشان عشان الشغل ما يهبطش من تحت، صح كده؟ بس انا فكيت بالمرة. هو برضو فك. انا مش ملزم ان انا اعمله. فك. بس احنا ايه؟ احنا برضو منوريكو عشان ايه تبقوا انتوا شايفين الحاجة، لو احنا برضو ايه مش مقصرين معاكم، نوريكو كل الشغل بتاعنا. شايفين يا جماعة هو بيشد الاستيك اهو قدامك اهو، تمام، عشان تبقى متينة لما تيجي ايه تركب عليها الكسوة، تمام، زي ما انتوا شايفين. مش يا جماعة اهو قدامك اهو عشان تبقوا انتوا على نور. يلا متنسوش بقى تدعمونا باللايك والشير، دعمونا في القناة، ده اخر مرحلة شد الاستيك، تمام، اهو زي ما انتوا شايفينها، تمام، قدامكم كده. يبقى خلاص خلصنا الشغل بتاعنا، نخش على المرحلة التانية. استنونا ودعمونا في القناة، سوشيال لايك والشير.